رجل يسأل يقول اذا خرجت صدقه عن والدي او عن شخص عزيز علي قد مات بعد موته صدقه جارية هل لي نصيب من الاجر ام لابي او للعزيز علي فقط اقول وبالله التوفيق نسال الله ان ياجرك والنصوص تفيد انك ماجور ايضا باذن الله لقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ولقوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ولامتثالك الأوامر ببر الوالدين حتى بعد موتهما السلام عليكم